مع زينة. اهلا وسهلا سي هشام مرحبا بك شكرا على قبول الدعوة واللي بعثنا لك متأخرة جدا يعطيك صح على قبولك الدعوة كان من المفروض باش يكون ضيفي اليوم القيادي بالحزب الجمهوري سي عصام الشابي بما انه توقف البارح كلمناك شكرا على قبول الدعوة وجيت كضيف اليوم رغم ان الدعوة جاتك متأخرة أي شكرا على الاستضافة وأنا بيدي أعلنت في صفحتي أني سأحضر في شمس أفام إذا لم يتم إيقافي في طار التآمر على أمن الدولة أو هضم جانب موظف عمومي مشيت لا ما مشيتش العشاء لا ما مشيتش العشاء ما العشاء ولكن كلنا يظهر لي كل معارضي قيس سعيد هما موقوفين مع تاجيل التنفيذ فقط هذا اللي صاير للاسف الشديد آه، ثم سياسه في الحروب يستعملوها هي سياسه الصدمه والترويع السيد قيس سعيد قاعد يعمل في نفس السياسه لتاسيس حكم استبدادي وحكم فردي <applause> تعرف اللي تعرف اللي هذه نستغل مناسبة دابور باش نعبر على مساندتي المطلقة ولموظفي شمس فهم من صحفيين واداريين لانه اعتبر انه هذا تنكيل وتجويع لكل من يعمل في شمس ايقاف الاجور وكذلك طبعا هذا ابسط شيء الدوله لازم تحمل مسؤوليتها باعتبار انه شمس فهم مؤسسه مصادره وهذا راهو تصرف باش ما نقولش فساد كي يشوف واحد وضعيه شمس فهم المساله الثانيه نحب نعبر زيادة على تضامني مع كل صحفي ميديشو مزيكا فهم لأنه استهداف السيد نور الدين بوطار يأتي في هذا الإطار تعرف أنت ماك تعرف حتى في عاد بن علي راو ما كانوش التهمة اللي حشتهم بها هم اللي يوجهوها له يعطيوها تهمة أخرى ولكن هي تغطي على على مسألة حرية التعبير أو حرية الفكر وبالتالي أعتقد أنه تونس قاعدة تمر بوضعية خطيرة جداً قاعدين نمسوا في حريه التعبير وهو المكسب الوحيد بعد 14 جانفي للاسف في غياب الانجازات في غياب المضامين في غياب البرامج والرؤى من طرف الحاكم الأوحد في هذه البلاد نغطيه على الفشل متاعنا وعلى العجز متاعنا باختلاق هذه الأوهام والقضايا الوهمية اعتبر أنه ما فماش واحد يتآمر على أمن الدولة راهو التآمر على أمن الدولة يقتضي أنه تلجأ المعارضة إلى العنف معناها لتغيير معناها تغيير السلطة بطريقة عنيفة بطريقة تثبت اللي هنالك سعي تقليب الرأي تقليب العام لتقليب الرأي العام هذا من حقه في السياسة السياسي انا يعني شنو دوري اني ننتقد السلطة التي تحكم التي لديها كل السلطات معناها هو عنده المنظومة الامنية القوى الصلبة الجيش الامن الرايد الرسمي ومعناها يضيق صدره بكلام أو انتقادات تواجه المعارضة لشخصية أو لمنظومته أو لممارساته وتصريحاته معناها احنا ما عندناش سلاح جدا في بلد ديمقراطي من المفروض هذا اللي يصير لكن من جهة أخرى ناخذ تصريحات رئيس الجمهورية تحدث على الإعداد لقلب نظام الحكم باختيال رئيس الجمهورية اللي عاد أنهي منهم اختيال أنهي المحاولة خد سمعنا احنا هذه فرصة دايور باش نذكروا اللي ثم أربع ولا خمسة مرات تم الاعلان عن محاولات لاغتيال رئيس الجمهوريه يا <applause> اخي حتى في عهد هشام المشيشي مش في اجتماع يظهر لي مع وزير الداخليه قال له راهو ثم شكون عندنا تنصت على هواتف فيها دعوه معناها داخليه وخارجيه لاختيار رئيس الدوله يا اخي نسينا الكل مساله المخبزه قضيه المخبزه لتسميم رئيس الجمهوريه نسينا بكلنا الظرف المسموم رئيس الجمهوريه على لسانه وريناه مشي حتى للمخبزه <applause> اي مثال ما لم تنفي ما تنفي راهو معناها مؤسسه علميه تنشر تقرير كيما هكا وتقول هذه استندت على محاضر بحث ومن بعد رئيس الجمهوريه يسكت ولا رئيس الجمهوريه تسكت معناها ما كذبوهاش باهي نسينا محاولات الاختيال العديده اللي ذكرها السيد رئيس الجمهوريه هو الغريب انه هل اللي يحاولوا يغتالوا رئيس الجمهوريه هم أشبه لانه لم يتم ايقاف اي شخص ونسينا مؤخرا قال هنالك من دعا الى اختيار رئيس الجمهوريه وهو تحت الحماية الأمنية علاش ما ترفعتش الحماية الأمنية علاش لم يتم إحالة الملف بتاع الشخص هذا اللي ما نعرفوش على القضاء الحقيقة برشا حاجات أنا كنحب زاد نزيد نذكرك بقاعدية القضايا بتاع <applause> النفق المؤدي الى اقامه سفير الفرنسي نجم نذكرك بال500 مليون دولار الهيبه اللي كانت موجهه لتونس وتم تحويلها الى حساب سياسي بالخارج نجم نذكرك بالسياسي اللي راكم ثروه ب1500 مليار بعد الثوره وتعرفوه شكون تنجم تذكر بشخص زاد كيف كيف الزوجة نتاعو عندها ثروة ب 100 مليار كانت تذكر نجم نذكرك بال بالساتيليت إيه لأني... اللي تدخلوا باش يضربوا قواعد البيانات نتاع الانتخابات نجم نذكر 120 ألف هجوم الكتروني اللي الاستشارة نجم نذكرك بعادي موقفكم الطيارة الديمقراطي قلتوه عرجتوا على الكلام هذا بطريقة أخرى تحدثتوا على الفساد تحدثتوا على الناس اللي عندها الثراء فاحش طبعا وطالبتوا بتفعيل من أين لك هذا ما متبعدوش برشا ربما طريقه الطرح ولكن طيار ديمقراطي مطالبين بتفعيل من اين لك هذا تحدثت على السياسيين الفاسدين بما فيها نواب سابقين كانوا معاكم آه سي محمد عبو اللي كان في الوظيفه العموميه احال ملفات وطالب ايضا ببرشا نقاط من الذين <applause> أنا, انا جيت بحذاك أنا, انا جيت بحذيك انا جيت بحذاك بعد 25 جويليا نعم وكتبت هذا مدون في تصريحاتي تجاهلت للسيد رئيس الجمهوريه وقلت له ابدا بتفعيل من اين لك هذا في عوض التهم حين. نواب انهم تحصلوا على عين. 150 مليون في الفصل وبين قوسين ثم حتى نائب توا محال على القضاء بالتهم هذه كلام فقط وقالوا حتى الوزير الخارجيه بلينكون الامريكي كي مشى لامريكا السيد الجمهوريه قالوا ثم نواب ياخذوا في 150 ودخل مليون في من نواب اتهمت بعضها زاد مثالش ما افتح روى رئيس جمهوريه عنده مؤسسة دوله مش كما اتهامات سياسيه بين النواب كما رئيس جمهوريه يعطي انا اعطيتك عديد م. القضايا اللي طرحها رئيس جمهورية وما نعرفوش المقال متاحة ولا تحقيق وين وصل به أه دونك انا طلبت من سيد قيس سعيد انه يفتح من اين لك هذا باش تتبع نمو ثروة كل النواب واصحاب مؤسسات الاعلام والسياسيين رؤساء الاحزاب ولا ولا الجمعيات وغيره علاش؟ باش نعرفوا شكون راكم ثروة نتيجة نشاط تاعو السياسي او المدني او الاعلامي وشكون لم يراكم ثروة، شو عمل السيد رئيس جمهورية. سلمى سكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. حتى احنا كنواب كي مشينا حبينا نعملوا ديكلاراسيون دي بيان بتاعنا بعد ما حل البرلمان ما لقيناش شكون نوجهوها، وبالتالي ما بين الخطاب نتاع السيد رئيس الجمهورية وما بين الواقع فرق بعيد. مسألة أخرى مهمة جدا، هنالك بون شاسع بين محاربة الفساد وبين تصفية الخصوم السياسيين تحت غطاء مقاومة الفساد. هذا اللي نرفضوه واحنا رفضنا قبل 25 جويليا انه يتم توظيف القضاء لتصفيه الحسابات مع برهان بسيس مع سليم الرياحي مع نبيل القروي احد خصومنا السياسيين لانه تم توظيف القضاء في اطار صراع سياسي للتنكيل بالخصوم السياسيين هذا للاسف ما نلاحظه قاعدين نشوفوا فيه وانا اعتبر انه ثم زوز تصريحات وثلاثه خطيرين جدا قام بهم سيد عين أيوه. الأول أنه قال هؤلاء الإرهابيين والمجرمين تم أن التاريخ معناها جرمهم قبل أن يجرمهم القضاء هذه يعني راهي جملة خطيرة تنطق بالإدانة تنطق معناها مش لازم نحيو القضاء ونخليه سيد رئيس الجمهورية اللي هو رئيس النيابة العمومية تذكر في 25 جويلية قال نصب نفسه رئيس للنيابة العمومية ومن بعد تراجع هو فعليا توا رئيس للنيابة العمومية والتصريح الخطير جدا البارح قال كل من يبرى هؤلاء وهم اي الاشباح اللي من يتجرأ على من يتجرأ لهم. شريك لهم. فهو شريك لهم, هذه تصريح خطير وخطير هو تحدث جدا على اطراف بيري ما رئيس الجمهوريه الفساد ينخر جسم الوطن آه وقفهم سيد آه رئيس حملات مسعوره لضرب الدوله انتهت صلوحيتهم ومن يتجرا على تبرئتهم فهو شيء يعني تصور انت قاضي توا تجي قدامه ملف قضايا فارغ ما ما في حتى تهمه يقرر تبرئه متهم او اطلاق سراحه رئيس الجمهوريه يقول له انت شريك له الحقيقه رأوا العبث هذا عمره ما صار في التاريخ وانا استغرب اكثر من هك اللي راي جمهوريه رأوا استاذ قانون دستوري انا والله العظيم كان التلامذه نتاعو معناها قرأوا عنده المبادئ هذيا معناها ماذا بيا يعاودوا يرجعوهم باش يعاودوا يعملوا ريسيكلاج ويعاودوا يقريوهم قانون من جديد. علاش دون هشام العجبوني واستعار مقوله للمفكر والمؤرخ التونسي هشام جعيد ويقول اشعر انني مهان في انتمائي الى دوله بلا افق ولا طموح دوله متسلطه لا يوجد فيها علم ولا عقل ولا جمال ولا حياه ولا ثقافه حقيقيه انا اختنق في هذا المجتمع الاقليمي المزيف والجاهل اشعر بانتماء ذليل لهذا البلد فعلا. ويا برشا الكلمه هاي فعلا اشعر بانتماء ذليل لبلد ما عادش بلادي وان جارت علي فهي عزيزه بلادنا عزيزه وهو هو, هو عليش عليش بوليتيك نتاعنا اساسا تتبنى مقوله وان نلوم كان المواطن اصبح ذليل علاش يشعر سياسي ناشط عنده مده كما هشام اللي عجبوني بالذل في هذا البلد لانه سيد قيس سعيد يتعامل معنا كرعايه وليس كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات للاسف الشديد هذا الشعور يشعر به برشا توانسه صحر كل الحياه السياسيه هك شفت معش ثم حياه سياسيه استهدف الاحزاب استهدف الجمعيات استهدف الاعلام ليخلو له الجو لتركيز سلطته الاستبداديه هذا اللي قاعد صاير في البلاد مش و... محاسبه اليوم لم يفتح باب المحاسبه ليه ايوه واللي بي... وقتاش يفتح المفروض باب م. المحاسبه م. يوم 26 جويليا علاش فتح باب المحاسبه بعد نتائج الانتخابات التشريعيه الاخيره أنا هذا السؤال نطره على الرأي العام وعلى المستمعين المشكلة متعنى. في التايمينج ولا المشكلة في بعد سياسي عندما فشل المسار السياسي يحتاج سيد قيس سعيد إلى إلهاء الشعب عن القضايا الكبرى نتاعو اللي هي قضايا اجتماعيه واقتصاديه <applause> المسار السياسي نتاعو التوانسه خرجوا قالوا له يا سيد الرئيس ما يهمناش لا يعنينا هالانتخابات نتاعك وهالمسار نتاعك وبالتالي حول وجهه الصراع الى استهداف المعارضين لانه باش تركز انت حكم استبدادي عندك سلطة مضادة سلطة المضادة وين موجودة هي؟ في الأحزاب السياسية في البرلمان البرلمان السابق تم الحل نتاعو في الاعلام كسلطه لانه الاعلام توا بعد القضاء هو الحصن الاخير للتصدي لكل امكانيه للاستبداد بدون حريه تعبير راهو الاستبداد ينجم يعمل اللي يحب وبالتالي يجب تكميم كل هذه الاصوات خاصه ان تونس مقبله على اتفاق ربما ربما ولا مع صندوق النقد الدولي فيه اجراءات موجعه ستمس من قوت المواطنين وانا نقول للتوانسه هل الاتفاق سيتم امضاء الاتفاق؟ شوف انا نقول ديما هو, دي هو, يعني. هو قرار سياسي هنا الكاسكات هو هو قرار سياسي راهو صندوق النقد الدولي عقد اتفاق قرار سياسي هو جيوسياسيا لا يسمح بانهيار تونس م. معناه ثم قرار سياسي دولي انه لا يمكن سماح بانهيار الدوله التونسيه ولكن نراه حتى عقد اتفاق مع صندوق الدقن الدولي لن يحل اشكاليه الاقتصاد التونسي اللي عاجز ليه سنوات على خلق الثروه الوطنيه <applause> نحكيه على عداله اجتماعيه ونحكي على الدوله الاجتماعيه ما تنجمش تعمل دوله اجتماعيه بدون خلق للثروه الوطنيه التوزيع هو اللي يخلق العداله الاجتماعيه، سياسات الدوله عمركمش السيد رئيس الجمهوريه عمل مجلس امن وطني هكا ولا نعم امن قومي ليه, ليه أيامات للحديث حول مشاكل الهجره غير النظاميه من نعم. جنوب الصحراء. به عمروش عمل اجتماع مجلس امن قومي للتباحث حول منظومات الانتاج. اللي هي تهري تحليب وبيض ودواجن وغيره وعمروش عمل اجتماع امن قومي على مساله الماء وما ادراك ما الماء والشح المائي والستريس يدريك اللي عايشه فيه البلاد عمروش عمل الاجتماع على كيفيه خلق الثروه ولا كيفيه معناها ليبيري ليزينيسياتيف معناها الدوله مخنوقه هالبيروقراطيه اللي قاعده تقلق في الشباب وتقلق في المستثمرين عمروش عمل مسائل معناها مجلس امن قومي يهم الناس ويهم شنو التطلعات نتاعهم اجابات قيس سعيد الكل اجابات قويه استعمال القوه الصلبه لايقاف كل نفس حر كل نفس معارض لسياسات وراه نقول له يا سيد قيس سعيد رانا ما عندناش مشكله شخصيه معاك عندنا مشكله مع سياساتك مع قراراتك مع التوجهات اللي هز فيها البلاد اليوم تعرضوها مهما كانت حتى كان باب المحاسبه حتى كان هات نمشي للمحاسبه باش نشوفوا الوضع الاقتصادي كلها حتى لو كان فم فعلا ونمشيو وانه فما تسجيلات تثبت تورط اطراف في محاوله اغتيال الرئيس او كيفاش تثبت تورط يعني سامحني شكون عنده الحق يقول تثبت تورت ولا مش تورط القضاء القضاء دونك ما نجموش نحكيوا احنا على تثبت يعني تورط في الفرضيات حتى لو كان فما الفرضيات هذه باش تكون معارضه تعرف علاش معارضين زينه لانه ثم ترويع للمنظومه القضائيه <applause> ولا للسلطة القضائية اللي هو يعتبرها وظيفة في خدمته ويعتبر زاد الإعلام في خدمته البارح زاد عاودها قال الإعلام اللي يحكي على على مشاكل البلاد وخذوا ملايين الملايين والأسماء معروفة وقالها قبل لرا بنشرها يا سيدي أنشرها فعلا. ما كانش يولي شنو ابتزاز يا سيدي كان فما حاجه عودها غير عودها. قانونيه عودها. احنا اللي يجي اعلام العار واعلام الكواكب و و 23 اللي ما فماش اصلا منها شوف باختصار يلزم يكون الاعلام يا اما على شكلة نجيب تزيري ولا اعلام أه معناها أه خائن واعلام أه نجيب الدزيري نتاع اي نجيب الدزيري احد الاصوات اي احد الاصوات احد الابواق للسيد قيس سعيد معناه يلزم يكون خانع يلزم يكون صادق وثابت على دعم سيد رئيس الجمهوريه يلزم يصفق ويهلل يعني يكون فما اي ما, ما المشكله المشكله هو السيد قيس سعيد لا يقبل المعارضه يقبل كل الاصوات المطبله والمهلله لفخامته ودائر في الدستور نتاعو ما يحكيش على المعارضه بتاتا في دستور 2014 دستور الثوره كان يقول المعارضه جزء من المشهد السياسي وتترأس وجوبا لجنه الماليه في دستور قيس سعيد ليس هناك شيء اسمه معارضه بالعكس دستور قيس سعيد هو دستور يضع قيس سعيد فوق مرتبة القوانين فوق مرتبة الدستور غير قابل للمحاسبة هو يحكي على سحب الوكالة من النواب حتى قبل ما يدخل يطلع البرلمان متاعه ولكن عمره ما حكي علاش نحى إمكانية سحب ثقة من رئيس الجمهورية من دستور قيس سعيد الذي خطه بيده دونك واضحه الفكره بالنسبه لنا سيد قيس سعيد ليس لديه اي مشروع لتغيير واقع تونس وواقع التونسيين واقع البلاد وهذا علاش انتخبناه يا سيد مم. قيس سعيد لم ننتخبك باش تسبنا وتتهمنا بان م... معناها مجرمين وارهابيين وماك تعرف العملاء وخونة وكل المعجم اللي اللي وجراثيم والخلايا السرطانيه يلزمها معناها بال... بالكيميائي يتم الاستئصال نتاعها الحقيقه راو يمكن بعد تاريخ ربما برشا كتب باش تخرج على الفتره هذه وانا اعتبرها فتره سوداء معناها في تاريخ تونس أكثر اللي قاعد صاير ما تونس بالعشرية السوداء عش... انا ما نقولش عشرية السوداء على الاقل قبل كنا نجم نعارضه كنا نجم نطعنوا في قوانين ونسختها تو مراسيم تاع السيد قيس سعيد معناها مقدسه ما نجم حتى حد يطعن فيها ورغم هذا ثم مراسيم كان ينجم يعملها لتغيير واقع تونس ما عملهاش كما البارح يحكي على الصفقات العموميه يا اخي ما يعرفش هو القانون الصفقات العموميه رأوك المراكز التكوين المهني اللي معناها في خراب قال هو على خاطر قانون الصفقات العموميه وعلى اثرها تمت اقاله وزير التشغيل والتكوين اي معناها يغزر كيفاش ويبدو انه معناها ما سمعش ما سمعش بالاقاله نتاعو الا من خلال بيان على رئاسه ريت احترام حتى الكوادر اللي خدمت وضحات من اجل الدوله وليت معناها يلزم تسمع بالاقاله نتاعها من الفيسبوك للاسف للوزراء اللي تمت اقالتهم مؤخرا ليه ما عنديش تقييم الحقيقه انا اعتبر اللي نجحوا فشلوا ليه, ليه ما تنجمش تنجح انت ثم مسؤول فقط بحكم الامر 117 اللي مازال ساري هو رئيس جمهوري هذيك في الملامح الكبرى ليه رئيس مش رئيس الملامح دي الكبرى ينجموا يتصرفوا يا اخي هي الحكومه صامته هذه منين نعرف انا ناجحه ولا مش ناجحه الحقيقه منين نعرف انا حكومه ناجحه كان هي ما خرجتش للتوانسه وقالت هاي الاهداف نتاعي في خلال فتره معينه كيفاش نجم نقيمها سامحني انا الحكومه هذه فماش اهداف ما سمعتش الحقيقه يقولوا السيد نصر الدين صيبي معناها قام بعمل جيد ولكن هو مش مسؤول البارح على مركز تكوين اللي في حاله خراب يا هو بركه برا مشوف شوف شوفوا المراكز التكوين في تونس كامله برا شوفوا المستشفيات العموميه قبل معناها باستثناء مستشفى القيروان المدينه الطبيه م. معناها كل المستشفيات الاخرين تقريبا في حاله خراب كنقول خراب معناها مادي او في مستوى التصرف او في مستوى البنيه التحتيه م. وغير راي البلاد الكل تحتاج إلى إعادة تصور إعادة تشكيل إعادة إرساء منظومة صحية حقيقية أو منظومة تعليمية أو مسائل بيئية به أي سيدي هو ملف سفيقس هل تم حل إشكالية ملف النفايات في سفيقس أول ملف اعترض السيد رئيس الجمهورية هو ملف جرجيس من أكتوبر سبتمبر 2022 هل تم حل مسألة ملف جرجيس ما اتهم الجمعيات اللي كانت تعاونت وأرسلت أموال مئات مليون مئات مليون حكاية فارغة تم ارسالها من فرنسا وخرجوا ناس وقالوا راولي اعانه العائلات للبحث عن المفقودين الحقيقه ما فماش ملف تكلم فيه سيد رئيس الجمهوريه ولقى فيه حلول معناها معقوله وموضوعيه كل الملفات للمزايده البارح يحكي على البريمي ادويه بريمي سو تصرف ليه مؤامرات بربي زوز مليارات, مليارات و300 على اربع ولا سنين طبعا طبعا اما مش بالضروره فساد ومؤامرات ولوبيات على زوز مليارات و600 إيه على ب... اربع ولا ب... سنين ب... باللوجيك فما دويات الناس تمشي للفارماسي ما يلقاوهمش الناس فما شو باراسيتامول ما احكي عليه مش مخبيه انت باراسيتامول احكي عليه راهو باراسيتامول ما يتمش الامبورتاسيون بتاعه كله مصنوع في تونس ما نجمش تقول اي ما انا جينيريك ما تنجمش تقول انت اللي راو ثم لوبيات وراء صفات اللي هي موسعة عموميه ما تخليهمش ينجوه ما يخليهمش يسوقوه راو اكيد ثم سبب ولكن اللي فات اللي وصلوا معناها بريمي ثم سوء تصرف لانه يعني المفروض انه ثم ان سيستيم دانفورماسيون يل ديتكت الادويه اللي قريب توصل اكسبيراسيون وتخرج وثم راهو ديزيشونتيون البارح جراتوي انتر بارانتيز وراهم ايه. انا, انا حبيت نقول اللي راهو ما هيش طريقة هذه لإدارة الدولة وكي نرجع لشام جعيت ما قاله هذا إحساس يحس به برشا تونس أن يتم اعتبارنا كرعاية وليس كمواطنين هو يفرض علينا اللي يحب هو الذي يقرر وإحنا يلزمنا نخضع ويلزمنا نقول له بارك الله فيك سيد الرئيس او ما شاء الله غير و... متفائل هشام الله لا انا انا قريت التاريخ بالايام الجايه بالمستقبل انا قريت التاريخ وما ثماش اكسبيريونس في تاريخ البشريه شخص واحد يعمل اللي يحب يضرب القضاء يضرب الاحزاب يضرب الاعلام يضرب الجمعيات ينجم ينجح شكون اعطيني شكون القوى السياسيه والمدنيه اللي ما زالت مساندة سيد قيس انت كي باش تعمل تغيير في بلاد كيفاش نجم تعمل التغيير هذايا سان اديزيون دو لا ماجوريتي دي تونيزيا معناها مش كيف ينخ... لماذا لم ينخرطون ولكن بدون انخراط اغلب التونسيين وراه الحل ما ينجم يكون كان جميعا ما ينجمش يكون حل فردي خاصه اذا كان الشخص وهذا مش عيب يفتقد الى الكفاءه يخت يفتقد الى الرؤيه يفتقد الى المعرفه لانه يتعاطى مع كل الملفات بطريقه سطحيه وسطحيه جدا ليه عام ونص يحكي على احتكار المضاربه ولكن ما يعرفش كيفاش النجم وانا شخصيا اعطيت بليزيور بوان معناها اقتراحات للتصدي لمساله المضاربه ومساله الاحتكار ولكن للاسف هو قعد في مستوى الشعارات باش يكمل يدير الدوله بمستوى الشعارات ولن يجيب على مسائل الاساسيه والحياتيه للتوانسه واحنا قادمين على شهر رمضان تو تشوف معناها عديد المواد باش تلقى ندره فيها في السوق لانه منظومه الانتاج مضروبه في عوضه لا هو بالحكايات اللي ما عندهاش على التوانسة قاعد يضرب في المعارضة باش يغطي على الفشل والعجز نتاعو وفرصة هنا لتضامن مع سي عصام صديقنا عصام الشابي اللي أنا جازم أنه لا يمكن أن يكون إرهابيا أو يتآمر على أمن الدولة كما غازي الشواشي كما جوهر وكما شيمة وكل معارضي قيس لا ما عنديش لا معلومه الحقيقه انا ما حضرتش برا مشي للعشاء سامحني معناه تو مجرد ان واحد يقعد في قهوه يا اخي احنا باش نحكيوا على السياسه في تونس بعد 2010 بعد الثوره ما عادش يسر ياسر على الكوره وعلى الفن ولا يحكيو على السياسه وهذه مساله بها لانه تربي ثقافه سياسيه بالتالي باش نخدم معاك الحوار لست متفائل لا لست متفائل <applause> للاسف شديد قالت المراه بتونس ولكن فقد <applause> ولكن, <تصفيق> فقط, ولكن <applause> فقط امام الهستيريا الجماعيه نقول كلمه لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي شكرا جزيلا للقيادي الديمقراطي سي هشام الله عجبونا الحضوركم معنا فيتكم من الانترفيو كاملا تلقاوها على صفحتنا استوديو شمس